بدفع ضريبة سنوية قديش؟ 30,000 50,000 100,000 مليون بالسنة؟ أوكي بدفع. شو الخدمات اللي بدك تقدم له إياها لكلبي مقابل هاي الضرائب؟ ما تقدم لي إلي أنا بالأول خدمات. عزيزة اللجنة اللي مطلع هالقرار كنت تاخدوا ضرائب حتى من الكلاب. طيب انا ما بدفع ضريبة عن كلبي لحتى تاخدوا ضريبة من الطيور المهاجرة. خيو